أعلن الفنان المصري أحمد فتحي عن وفاة شقيقته الأكبر بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث دفن جثمان الفقيدة في مقابر العائلة عقب صلاة ظهر اليوم الخميس. كما قرر الفنان أحمد فتحي وعائلته عدم إقامة عزاء حسب رغبة الفقيدة. وفي سياق آخر، يصور حاليا الفنان أحمد فتحي شخصية جديدة ضمن أحداث فيلم ديدو بطولة الفنان كريم فهمي، والمقرر عرضه في منتصف شهر يناير المقبل. فيلم ديدو تأليف وبطولة كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته حمد المرغني وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيوم فؤاد وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث في أول اجتماع بينهما منذ انفصال الثلاثي قبل 3 سنوات. يشار إلى أن آخر أعمال أحمد فتحي السينمائية فيلم ساعة رضا في أول بطولة، وشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر والفنان محمد ثروت ودينا فؤاد وشيماء سيف، وكان من إخراج هاني حمدي وتهليف هشام يحيى.